انا كنت قلت عروسه بنتي هذاك يقول لك تروحي من داركم تولي لعجوزتك راهي يماك الدوزيام يعني. صح العروسه تقول حندخل في عائله جديده بصح انا الا نقدر مليح تاني العائله دير في بالها طفله جايه وحدها لكن العلاقه الصحيحه اللي لازم تكون مع بين الكنه والحمات هي حتكون علاقه احترام. انا ضد انه تصدقيها بانه هذيك تاع تولي صديقتك صديقتك، أنا ضد هذا الشيء لكنه يبقى الاحترام دائما. العروسة ولات تجي مشحونة من عند الأهل تاعها، من عند الوالدة، من عند الخوات، يعيشوا حياتها، مام هي إذا جات بنيتها هذا واقع معاش. دخلت أنا ومرتي لواحد الحانوت نشوفوا، ولي فوندوز بداوا يهضروا بيناتهم هو ماشي هو هو، ما قالت لمرتي إيه هو هو. عملت دراما، عملت أمور كثير ما شاء الله، مسيرتك يعني حافلة بالنجاحات ومتنوعة وفي بوغتي بلوجيغ كاسكيت وكل قبعة تلبسها تبدع فيها. جلسة ونسى سهرة الجمعة 8 تاع العشية على الشروق تيفي.